أكشن. وليد؟ نعم أستاذ. قوم وقف. تعرف ليش أنا وقفتك؟ لأنك تكرهني أستاذ. الولد ذي يقرأ أفكاري. لا أنا ما أكرهك. لأني أكتب موضوع أنت ما تعرف تكتب مثله. أكيد الولد ذي يقرأ أفكاري. لا يا مغرور، هالعبقري ذي وايد شايف نفسه، ما تعجب الموضوعات اللي أنا أختارها فيألف ويكتب على مزاجه. كاتب قصة في سطرين بس سطرين بقراها لكم. كانت الأميرة تسير على الماء بين طيور البجع. بجع تحيط بها أزهار النيولفر، كانت جميلة رائعة وديعة بريئة. وعندما رآها الوحش فتن بجمالها ووقع في غرامها. تحت أشجار الصفصاف والبلوط رآها تسير فغافلها واختطفها، أخذها إلى قصره، غير أنها امتنعت عن الطعام والشراب ولم تنفع كل توسلاته في إقناعها بالبقاء. وأخيرا قرر أن يطلق سراحها. قال الوحش للأميرة ودموعه تنهمر على خديه: اذهبي اذهبي، لكن بمجرد خروجك من القصر أموت أموت. احتارت الأميرة، فهناك خارج القصر الحرية تفتح ذراعيها وحبيبها الأمير ينتظر، وهنا في الداخل وحش أحبها كثيرا وسوف يموت إذا هجرت. قررت أن تخرج قررت مشت في الممر، وعندما وصلت إلى البوابة انفتحت فجأة. سمعت أنين الوحش، أنين مخلوق يحتضر. الأمير كان ينتظرها، كذلك الغابة بأشجارها وطيورها، لكنها استدارت وعادت باكية إلى داخل القصر لتنقذ الوحش ولتموت هي من الحزن. يأثر فيني شيء، القصة خلتني. أنا لو محلها كان تركته يولي. يا جماعة حدا في الحرية. لا، وعلشان من وحش كريه أنا مو عارف، لكن مسكين الأميرة، ليش سوت كذي في روحها؟ شلون هي لازم تضحي. طبعا لما رجعت له بيموت في 60 داهية. هي لا تعرفه ولا تحبه، وبعدين هو وحش يخطف البنات. إيه يخطف البنات. يا نعيمة، القصة دي وراها مغزى. أنا من زمان كنت أقول
هالولد ذي لا هي فيلسوف. بالله عليكم هذه قصة؟ أحد فيكم فهم كلمة واحدة منها؟ لا ما فهمنا شيء شي. ولا أنا من اللي يدي هاي؟ أمك؟ وين المعنى؟ وين المغزى؟ أنا أبي أعرف ليش يهوش ولدنا؟ إذا هو طرن ما يفهم غيره يفهم إحنا نفهم يا نعيمة؟ إيش دروني فيه؟ صج مو عنده سولفة. والله أنا قهروني هاليدهم قصة سهلة ما يفهمها. عشان يقرأ كتب الأعقاد وطه حسين؟ لا تقهر روحك أنت مو ناقص شايك برد أصب لك غيره. صبري صبري خلينا نشوف آخرة هالمدرس هالتعبان. ظهرنا وليد ما يعرف موضوع الإشاع. من يقول له؟ لا 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 ياسر بيقول له. تعرفون ليش عاد؟ لأن ياسر ما كتب إلا العنوان وأعطاني الصفحة خالية مثل ما تشوفون. قم يا ياسر. استاذي قم. استاذ انا تعبان وانت وايد تسأل. ما شاء الله بصراحة انت تملل تملل. عطنا الدرس وقعد مكانك. لازم تطنز علينا وتذلنا. لا 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 يا اخوي انا غلطان. انا حما انا حقير انا غلطان. تحب اجيب لك سرير تنام عليه؟ روح ما عندك سالفة. يبغي نكت حضرته. تبغي تنكت؟ أوصلك السر؟ يبي لي مينون أعلمه وتلومونا في بريد في بريد القراء. موضوعني يا أستاذ وليد كان صف لنا سفرتك الأخيرة. بس أستاذ أنا ما قد سافرت. وتعترض على كلامي؟ لازم تنفذ حتي بلا مناقشة فاهم؟ تعال عندي. دوس على بريك دوس على بريك. الملعون بيضرب ولدنا. وين رايح؟ هديني عليه. ما تشوفينه قاعد بيضرب ولدنا؟ أنا أبو وليد أشوف ولدي ينضرب وقع ساكت. يا أبو وليد لا تتهور باكر بسجنونك وإحنا بنتشرد. والله قهر آخرت يا أبو وليد تشوف ولدك ينضرب وتقعد تتفرج عليه. يا أبو وليد سو مثلوتي. شلون؟ إن شاء الله.
لكم عيالنا علشان تعلمونهم ولا علشان تضربونهم؟ على فكرة ترى هذا المشهد بحقيقي، احنا ولدي ولي قاعد يتخيلني وانا اضرب المدرس ماله. عدل؟ عدل يا اخي انت ليش هالشكل؟ ليش يا اخي ما تكون انت متحضر؟ ليش يا اخوي؟ خلنا اوضح لك السالفة واشرح لك ان الموضوع. انا اللي بشرح لك التربية والتعليم شلون. إلهي لا تخذلني، علمني شلون أكتب كلمة النشأ، الهمزة فوق الألف ولا بروحها؟ أنا وين؟ لا تفضحني، لا تفضح عبدك. ترى هالأباليس ما يرحمون إذا اكتشفوا الخطأ، فضيحتي بتنتشر في أرجاء المعمورة، الخبر بيوصل الى CNN. اي CNN؟ الى WC بعد. يا رب. لو سمحت حضرتك السيد خيشه امين المخازن؟ اي نعم. اهمر ايش تبغي؟ مبين انك مشغول. ما عليه قول ايش عندك. خلص يا سيد خيشه. احنا ايش فيك اخوي مريض؟ ادخل في الموضوع راسا، لا تمطمط لي، قول الموضوع يلا. بس انا ما غلط في شيء. الله يسلمك، مو انت امين المخازن واسمك خيشه؟ اسمي خيشه، اسمي تتن، قول ليش عندك وخلصني. يا الحبيب مو بعاجبك اسمك. مع ان تصدق ماشي ويا الكراتين والدرامات، يعني اضحك وياك. وايد ناس كذي، وايد ناس كذي، يعني مو مرتاح من اسمائهم، مع ان انا يعني شخصيا ما اشوف فيه شيء. الحين انا قدامك يعني بهالحلاوه والوسامه هذه، يعني هذا على بالك باروكه؟ ها شعري طبيعي. ايش تعطيني اسم؟ ها هاني، سامي، لامي، يعني هذه الاسماء. ترى ايش ينادوني؟ قعقع. ولين ياوي يدلعوني قالوا لي قعقع. انت بقول لك لا احد دزك علي؟ احد قايل لك ان ابي اسمع نكت؟ لا الله يسلمك. انا اسف، ما كان قصدي، بس اضحك معاك. قول لي ايش عندك، ايش تبغي؟
انا الله يسلمك، يعني الموضوع ما فيه، بس انت يعني بتريح شوي. البضاعه اللي وصلت قبل اسبوع للحين سلمك الله ما اعطيتونا اشاره خروج من الميناء. هاي بضاعه جبنه النعام الحزينه فاسده، طايف على صلاحيته 3 اشهر، وطرشنا لكم رساله وما رديتوا علينا. ما علي ما علي، انت بس وسع الصدر وتشيك التاريخ مره ثانيه. ها تفضل. شنو دي؟ يعني كذي حق الضحك اكراميه. رشوه يا فاسد، رشوه. اسكت لا تفضحنا ابوي. رشوه. سجل نخمتي على وجهك، سجل نخمتي على وجهك، تالي عمري اخذ رشوه. خذ. قد بعد يا ليت مقدم اهلي بروحي قدام الله وخلقه قدام الناس. خذني على كتر، قال لي مر علي البيت، مر علي المكتب. حضره دي راحت. ويلي اموت في هالمشيه. تحبين وصلك معانا؟ احنا حاضرين يا الحلوه، ما ورانا شغل. ايش دعوه؟ لا تمرين ولا تسالين. زعلانه؟ نظره يا الحلوه. شباب طايش مستهتر، شباب اخر زمان. بروح مدينة حمد. حياك يا بركب. وين جاي مني؟ ركب برا. لا بركب هني. ما يصير يا يبا. يا شوف ذي. روح برا قوم. ما يصير يا يبا حلالني. ايه. وقف يا يبا وقف، لا تقرب مني. وقف سيارة. لحقوا علي، البيت احترق. يا ابو وليد. ها ايش تبغين؟ تهوش اخوك اتصال. اي اخو؟ فريد. وانت عندك غيره بعد؟ ايه الله يسامحك يا ابوي، اخوي يسمي فريد وانا سميني خيشي، سميتني عبد الحليم على الاقل. ما قال ايش ابغي؟ عزمني على القد بوتشر. ايه زين، الوليد وينه؟ فوق السطح حدق. إن شاء الله ما يدور عليهم هوا عاد. يبا هلا يبا، شوف الصد. يا زين زين زين، وين هالمطبخ؟ تعال أبقيك بسرعة. روح 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 أبقيك بسرعة. تعال. ما تصيح إلا أنا أسحل. صد ما تصيح على وجهك. تعالوا يا جماعة، بقى المشهد الأخير. ليش أنتم مستعجلين هاللون؟ ياه والله حالي وياكم. ها وليد، إيش سويت اليوم في المدرسة؟ ضربني الأستاذ. ليش؟ يا أبو وليد، باكر روح الجريدة وفضحت في صفحة القراء. ما في داعي، ياما انضربني واحنا صغار الا على طول الضرب. اليوم بغيت اضرب لي تاجر. ليش؟ يبغي يعطيني رشوه. على طاري الفلوس،
اليوم شفت دعاية في التلفزيون حق عطر عمر الشريف، أبقيك تشتري لي. على طار عمر الشريف، ترى الليلة بيحطون له فيلم حلو. والله عليكم، هذه حوار ينكتب حق مسلسل درامي. الأحسن إن احنا ننهي الحلقة، والله ترى بنعكر صفوكم.